يشارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في سباق شانتي بفرنسا، ويقود فرسان الفريق الملكي في السباق الذي سيشارك فيه نخبة من فرسان الإمارات العربية المتحدة والعالم. وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: إننا نشارك في هذا السباق الرفيع مع تواجد نخبة من فرسان العالم من أجل تأكيد المكانة الكبيرة التي يحتلها الفريق الملكي، خاصة بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها في الآونة الأخيرة والتي أثبتت مدى قوته وجاهزيته العالية لخوض غمار مختلف المنافسات. وقال سموه: نشارك دائما في السباقات الكبيرة على المستوى الأوروبي لأننا نمتلك الثقة الكبيرة في قدراتنا ومهاراتنا وفرساننا وجيادنا، وذلك بهدف تعزيز الإنجازات التي حققتها القدرة البحرينية وتطوير مستوى الفرسان وكسب المزيد من الخبرة. وأضاف سموه أن مشاركة هذا العدد الكبير من الفرسان والدول يدفعنا للتعامل مع هذه البطولة بأنها جزء من بطولة العالم لكثرة الفرسان، خاصة أصحاب الخبرة منهم في مثل هذه البطولات التي تلعب الخبرة دورا كبيرا فيها. وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: نعتبر المشاركة في سباق فرنسا بمثابة الإعداد الحقيقي والمتميز قبيل المشاركة في بطولة العالم والتي ستقام في أمريكا خلال شهر سبتمبر المقبل، وأن هذه المشاركة ستجعلنا نقف على ما حققناه في فترة الإعداد الماضية وتعزيزه من خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التعرف على المواقع التي تحتاج إلى تعزيز والعمل عليها، ونأمل أن نخرج من هذا السباق بالنتائج الإيجابية والمتميزة. هذا وقاد سموه الفريق الملكي للقدرة في تدريبه الأخير قبل المشاركة في السباق، حيث اتسمت تلك التدريبات بالجدية والتركيز العالي. وفي نهاية التدريبات حرص سموه على الالتقاء بفرسان الفريق الملكي للقدرة، حيث قدم سموه شرحا عن الخطة الفنية التي سيتم اعتمادها في السباق، وحث سموه الفرسان على بذل كافة الجهود من أجل تحقيق المراكز المتقدمة لتأكيد مكانة القدرة البحرينية باعتبارها رقما صعبا في مختلف البطولات. الجو الحار هذه تعتقد طويل العمر راح يكون له تأثير على سباقكم بكرة؟ بكرة بيأثر الجو، المنافسة راح إن شاء الله يعني بتكون طيبة. عندنا تقريبا 93 فارس وفارسة مشاركين. الخطة لازم أنها تكون يعني مبنية على حزم من البداية. أعتقد إحنا خطتنا أن إحنا يعني نروح من البداية في سرعة قوية عشان نفرق عن المجموعة الباقية، وعقبا نتحكم في الجاب أو الدستنس اللي يكون بيننا وبين المنافسين اللي خلفنا. بعد مشاهدة الخيل والفرسان وغيره، تعتقد أن في صعوبة عندكم لتنفيذ الخطة اللي في بالكم الله يسلمك؟ بالعكس، الصعوبة في أن احنا نخف شوي لأن الأرضية تسمح للسرعة، المسارات زينة وتسمح أن الواحد يروح بس بحذر طبعا، لكن احنا كل المؤشرات بتعطينا إياها المرحلة الأولى. إذا أسرعنا وصلنا والخيل فحصت في دقيقة أو دقيقتين، معناته الخيل ممتازة وتقبلت ومتعودة على الحر، وبنزيد في السرعة المراحل القادمة.